سلام، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ومرحبا بكم في قصه جديده. مرحبا بالناس جداد وحتى بالقدام اللي كتابعوني في القناه. وقبل ما نخليكم مع القصه ديال اليوم، اللي مازال ما اشتركش في القناه يهبط يدير ابوني ويخلي جيم وشي تعليق زوين على شلا. ونبداو دابا في القصه ديالنا. اليوم الحد، وعرفتوا شنو معناتها؟ هي عندنا العطلة، والعطلة كانت فيها سيمانة. وقررت باش نمشي لمدينة كازا اللي كيعيشوا فيها والديا، بحكم أنني كنت كنقرا في الجامعة بمدينة ستات، وملي تسالي العطلة نرجع للجامعة عاوتاني. معكم سناء، وعمري 22 عام، وعندي السنة الأخيرة في الجامعة، والحمد لله حياتي الدراسية غدا مزيان. جيت لهاد المدينة على قبل الجامعة حيت كانت من أحسن الجامعات اللي شكروا لي الناس. فداك النهار كنت نعس في العشية ونسيت راسي، حتى فقت ولقيت هاد 8:30 ديال الليل، وأنا كنت مبروغرامية باش نمشي لداك النهار لدارنا. مهم، نطت بالزربة ووجدت الشنطة ديالي، واخا كنت معطلة كنت متحمسة بزاف غير باش نرجع لدارنا حيت توحشت عائلتي وصحابي اللي تما. ومشيت لمحطة الطاكسيات اللي كيديو لكازا. ملي وصلت تما لقيتها 11 ديال الليل تقريبا. جلست كنساين في الطاكسي اللي غادي نمشي فيه، ولكن كانت الدنيا كتصفر وحتى طاكسي ما كاين. استغربت حيت هاد البلاصه ديما كاينين فيها الطاكسيات وموجودين، ولكن قلت راه واقيلا حيت تعطلت. خرجت شويه حدا الشانطي، ربما يكون دايز شي طاكسي من تما من الشارع زعما، وجلست وبقيت كنتسنى. دازت شي نص ساعه تقريبا حتى بدا كيبان ليا الضو ديال شي حاجه جايه، وانا نبدا نشير ليها. ولحسن الحظ لقيتو بصح طاكسي وهو يوقف ليا. ملي وقف ليا ويسولني قال ليا فين غادا، ومع غادي نهز راسي فيه حسيت بالتبوريشه في لحمي. الشيفور كان وجهه غريب بزاف وملامح وجهه كتخلع. بقيت غير كنشوف شويه وانا نقول ليه انا غادي لكازا، ولكن ما لقيتش الطاكسيات هنايا. هو يقول ليا عندك الزهر، انا نيت غادي تما. قلت ليه ولكن شفت الطاكسي عندك خاوي، شاف فيا ويقول ماشي مشكل، اصلا عندي ناس داير معاهم تما غادي نجيبهم من كازا. قلت ليه ولكن بشحال غادي تديني؟ قال ليا غير طلعي واللي عطيتيني انا قانع به. حطيت الشنطه ديالي وطلعت وشدينا الطريق، وانا الصراحه كنت راكبه ومخلوعه حيت حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك في الطاكسي. واحد شويه وهو يقول لي الشيفور مالك، حسيت بك في حاله ماشي هي هذيك، واش مخلوعه من شي حاجه؟ قلت ليه لا لا والو، غير حيت توحش دارنا وبغيت غير امتى نوصل ونشوفهم. هو يقول لي انت باينه عليك كتقري هنايا في شي جامعه. قلت ليه اه وعندنا دابا العطله، داكشي علاش بغيت نمشي عند دارنا ندوزها معاهم. صافي كمل السوغان ديالو، ولكن كان كل شويه كيدور كيدير فيا شي شوفات في شي شكل. ما نكذبش عليكم، طراق كامله كنت كنقول يا ربي غير يكب معنا شي واحد حيت كنت ميته بالخلعه. والحمد لله الله استجب الدعاء ديالي. كان واحد الراجل كيشير للطاكسي من بعيد، ملي قربنا ليه كان كيبان لينا باللي معاه مرا وبنيته صغيره. انا غير شفتهم وانا نرتاح، وانا نبدا نقول الشيفور شوف مساكن هاد الناس واقفين في هاد البرد وباينه غتبدا تصب عليهم الشتا، كون غير وقفتي ليهم. شافيا هو يقول لا لا انا ما غاديش نوقف نهزهم، واصلا شكون ضمن ليا غاديين يخلصوني، وشكون عارف اشمن مصيبه معاهم؟ غير خلينا ما باغي نصدع في هاد الليل. قلت ليه لا عافاك، دير غير على وجه البنت الصغيره مسكينه، حشومه تبقى في هاد البرد وانا نضمنهم ليك، حتى الا ما خلصوكش انا نخلص عليهم. المهم بقيت معاه حتى قنعته ووقف. ملي وقفنا ليهم هو يجي عندنا الراجل قال لينا سلام، واخا توصلونا معاكم؟ كنا عند شي ناس هنايا وشحال وحنا واقفين وحتى طاكسي ما داز. قال له الشيفور انتوما فين غادين حيت حنا شادين طريقنا لكازا؟ هو يقول له الراجل حنا غادين نزلو قبل من كازا، هي هاديك الطريق غير دينا الله يجازيك بخير. مهم ركبوا اللور ومشينا. واحد شويه شفت بلي العائله اللي كانوا معانا نعسوا كاملين، حتى من صوت ديال الشخير هو اللي بقى كيتسمع في الطاكسي. مساكن كان باين عليهم بلي عيانين وبقاو كيتسناو في الطاكسي بزاف.
رجع الشيفور كيشوف فيا تاني كيف الاول ورجع لي الخوف، حيت كانوا عنده شي شوفات في شكال وكانوا عيني حمرين لواحد الدرجة كتخلع وكيدير شي تصرفات ما عمري شفتهم. واحد شوية حتى كيبان لي بلي بدا كيخرج على الطريق الرئيسية وبدا غادي غير في الطريق العادية، وانا نقول ليه علاش بدلتي الطريق، كون غير مشيتي في الرئيسية غنوصلو دغيا. قال لي لا لا غير عندي شي مشاكل في الوراق وما بغيتش نوحل مع الجندارم. قلت ليه غير سير معاها، راه ما عندك مناش تخاف، اصلا الليل هذا راه ما كيكونوش بزاف. دور وجهه فيا وبدا كيغوت عليا وقال لي سمعيني مزيان، الا ما عجبكش هادشي هبطي في حالك وشوفي لك شي تاكسي اخر، انا ما قد على شي مشاكل مع الجندارم ونولي في المحاكم. بغيتي تكملي الطريق مرحبا، ما بغيتيش الله يعاونك. وفي هاد الوقيته كان فاق داك الراجل ويقول لينا مالكم ياك لاباس، غواتكم كيتسمع حتى لفين. وانا نقول ليه راه الشيفور باش يمشي من الطريق الرئيسيه هو دخل في الطريق العاديه. بدا الراجل كيشوف في الطريق وهو يقول الشيفور والله لا احسن حاجه شديتي هي هاد الطريق، حيت البلاصه فين باغي ننزلو كاينه في هاد الاتجاه. في ديك الوقيته هو يقول لي الشيفور ها شفتي هدرتي هي اللي كاينه والناس اصلا هادي هي طريقهم. انا نقول ليه صافي صافي غير سير وكمل طريقك. المهم دينا غادي في الطريق وكانت خاويه والظلام فيها وواحد البرد كان ما نعاودش ليكم والجو كيخلع. واحد شويه الشيفور هو يوقف الطاكسي وهبط وبدا كيجري كيجري حتى غبر في داك الظلام. انا ما فهمت حتى حاجه وبقيت غير كنشوف، وانا ندور عند الناس للور بس زعما نشوف اشنو واقع. وتخيلوا اشنو غادي تشوف، الناس اللي كانوا اللور تبدلوا ديال بصح، الناس اللي كنا داوين معاهم دابا شويه ما كاينينش بمره بصفه نهائيه. كان كلب كبير كحل وحداه كلب صغير، وحداهم كلب اخر كبير وعينيه حمرين. انا تصدمت حليت الباب وخرجت كنجري. شويه كنسمع صوت ديال شي واحد كيغوت وداك الصوت كيتسمع في ديك الطريق كامله، وداك الغوات كان مخلط بالضحك. شويه كنعاود نسمع بحال شي واحد كيقول فين غدا سناء فين غدا، اخيرا جيتي البلاصه اللي بغينا وهاد الليله اخر ليله في حياتك. وتخيلوا بقيت كنسمع في اصوات كتخلع، كنت هربانه كنجري وانا في نفس الوقت دموع ما حبساش من عينيا. واحد شويه كنشوف واحد الضو في الطريق وبان ليا غير شي طوموبيل هادي اللي جايه، وانا نبدا نجري في جهتها وكنشير ليهم باش يوقفوا. ومن حسن الحظ كانت الطوموبيل ديال الجندارم وفعلا وقفوا ليا، كانوا راكبين جوج فيها. واللي صايق بدا كيقول ليا ياك لاباس بنتي مالك اش واقع. انا نقول ليهم الحمد لله ملي جيتو، وهادشي اللي طرا ليا راه ما يمكنش يصدقوا شي واحد، هاد الطاكسي اللي كنت راكبه فيه راه مسكون ولا فيه جنون، وكانوا خاطفيني وجايبيني هنايا. الجندارم جوج بداو كيضحكوا وهو يقول واحد الاخر طاكسي فيه جنون لا 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 هادي باينه سكرانه، امي اللي جات لهاد البلاصه ما تكون غير هربانه من شي حاجه. وهم يهبطوا وداروا لي المينوط وخلوني في الطوموبيل وهبطوا باش يقلبوا في الطاكسي. من بعد هو يرجع عندي واحد فيهم وهو يقول لي اجي انتي اش قصتك، واش سكرانه ولا شاربه شي حاجه. قلت ليه والله ما شاربه شي حاجه، وانا كنت راجعه غير لدارنا. وعاودت ليه القصه كامله كيفاش طرات، واخا هكاك بان لي على وجههم بلي ما تقوش. بقينا شويه وواحد فيهم هو يهز تليفون اللي كيخدموا به جوندار وسمعتو كيقول هاد الطوموبيل رقم فلان فلان ديال من. وشويه كنسمعوا الصوت اللي في التليفون كيقول الطوموبيل اللي عطيتينا المعلومات عليها راها مسروقه، وخليو معكم الشخص اللي جديتو ما تطلقوش حيت باين هو اللي غيكون شفرها. مهم داروا الاجراءات ديالهم وداوني للدائره وبداو كيحقوا معايا وبداو كيقولوا لي غير اعترفي باش تخفي على راسك وتسهلي علينا حتى حنا الخدمه، وهاد الافلام ديال الجنون والتخربيق
راه كاع ما كيدوز علينا. عتعرفي علاش شفرتي الطوموبيل؟ وانا بديت كنحلف ليهم باللي ما دايره حتى حاجه، وعاودت ليهم عاوتاني كل شيء من الاول وكيفاش طرا ليا، ولكن ما كانوش متيقيني. واضطروا يمشي ويقلبوا في المحطه ديال الطاكسيات ويشوفوا الكاميرا اللي كانت تما، حيت كان هذا هو الدليل الوحيد اللي غيبين واش انا سارقه الطوموبيل ولا مظلومه. وفعلا ملي قلبوها شافوا باللي الطاكسي كان جاي وانا واقفه كنتسنى فيه، ولكن الحاجه اللي تصدموا فيها هي ان الطاكسي ملي وقف ما كان فيه حتى واحد سايقو، كنت غير انا اللي باينه في داك التسجيل، وانا كنت راكبه وكانوا كيشوفوا باللي الطاكسي كان غادي بوحدو وما فيش حتى واحد سايقو. المهم تصدموا من داكشي اللي شافوا، ورغم هادشي خلوني عندهم حتى الغد وخرجوني البلاصه ديال التحقيق. وملي دخلنا كان جالس الضابط ومعه واحد الرجل، هو يقول لي سمعينا بنتي، ملي درنا التحقيق والاجراءات ديالنا لقيناك بصح ما دايره حتى حاجه، وهدرتك كامله اللي قلتي لينا صحيحه، وهاد السيد هو خو مول الطاكسي وجا اليوم باش يقول لينا شي حاجه جديده وخاصك تسميها حتى انتيا. المهم الراجل دوا وبدا كيقول لينا خويا سميتو كمال وهو مول الطاكسي. واحد النهار كان كيسوق الطاكسي ديالو بالليل، هو يوقف في واحد الخلا باش يقضي حاجته، ولكن في ديك اللحظه كان آدى واحد القبيله من الجن بلا ما يعرف، داكشي علاش بغاو ينتقموا منه. وحنا هادشي كامل ما عرفناه حتى دا الشهر على هادشي فاش ديناه عند الراقي وهو اللي قال لنا كلشي، ولكن بالصدفه البارح مع الفجر نيت كان جا عندنا الراقي عند خويا زعما، ونطق بلي واحد من الجن خدا الطاكسي ديال خويا وبغى ياخد شي واحد من البشر ويديه كقربان للقبيله ديالهم باش يضحيوا به. واللي بان ليا بلي انتي مسكينه اللي كنتي غتكوني الضحيه، والحمد لله باللي جاو البوليس فوقتهم. الله يا ربي انا ما كنتش مصدقه ديك الساعه، وانا كنت غادي نكون ضحيه لقبيله ديال الجن، ولكن انا شنو ذنبي وعلاش داوني؟ واخا انا في الاصل ما كنتش مرتاحه من الاول الطاكسي، وزياده كانت فيه واحد الريحه خايبه وكنت مستحملاها بزز عليا، وكنت باغا غير امتى نوصل في حالي، ولكن الحمد لله ملي تخلصت من هادشي وكتب ليا عمر جديد.